الشيخ بغيت نسافر لوجدة لواحد المرة دايرة العملية، مش غير كنقلب على الشيخ باش نقول له ديها نمرة التليفون ديالي، إلا بغيتو تطيحو عيطو عليا، إلا بغيتو أنا نطيح عيطو عليا. هما أنا عاد تما في البلدية وهما عيطو عليا، قالو لي ودي واحد المدة عيطت عليا عندي المدة ديالها، قالت لي الدار ديالك راه تحت على القش ديالي، قلت شي ريت القش ديالي، قلت كان الشيخ غير شي ما تيسر هما أنا شي دراري خرجوه خرجوه. ما لقيت حتى حاجه، حتى الباب ما لقيتهاش، كلشي ريبوه، حنا خمسه ديور كلشي ريبو لهم. وانا عندي انا مشيت للبلديه نقلب على الشيخ نعطيه النمره ديالي ديال التليفون، وانا لقيت الدار ديالي طايحه على قشي، ما فين نمشي دابا واسمو كي غادي ندير، واش هذا منكر ولا حق ولا يعيطوا عليا يقولوا لي ودي رواحي خرجي قشك، حنا راه حنا بغينا نخرج نطيحوا الدار، نخرج قشي ونحيد الحنيه ديالي ونحيد الباب ديالي، ما عزيت لهمش يقولوا لي اجي القش ديالك نخرج خرج. ايوا دابا اسمعوا، واش هذا حق؟ واش هذا حق ولا لا؟ خويا الدار ديال الوالده هي مشات الصباح البلديه، مشات للشيخ باش تهضر مع تمايا، وما عقبوا طيحوا لنا الدار، طيحوا لها الدار على الثلاجه، على المصبانه، التلفازه والحوايج، الباب، كل شيء مشى. وكما شي واحد الجار راه ما تبقى لنا حتى حاجه هنايا. حنا علاش دابا ما يعلموناش؟ علاش ما يعلموناش؟ اش من سبه ما يعلموناش؟ علاش؟ واش كاين الفوضى؟ واش حنا ماشي مغاربه؟ واش حنا ماشي من هنايا؟ علاش زعما دايرين هذا المشكل هذا؟ علاش؟ علاش؟ علاش يديروا لنا هذا المشكل هذا؟ علاش؟ علاش يديروا لنا هذا المشكل؟ علاش؟ وفين غادي تمشي هذه الوالده؟ اللوحة؟ اللوحة البحر؟ ها؟ نكركبها ولا نجيفها ولا نقتلها ولا نطيح عليها الدار؟ علاش؟ قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.